اهلا بكم. الحوار اليوم شديد الاهميه، لان لما اقول لكم العنوان بتاع بدايه الحوار هتعرفوا انه شديد الاهميه. عايز اقول لكم انه في دراسات الان في العالم الغربي، عالم الذي ابدع الاباحيه وجسدها وتاجر فيها بكل صور المتاجره، وايضا الدعم الاقتصادي، اقتصاد رهيب جدا، مليارات. الدراسة تقول أن المواد الإباحية ستدمر عقلية الرجل الغربي، وستجعل الرغبة الجنسية في الغرب تقل بشكل كبير للغاية. عشان أفهمكم الكلام علميا من الأول، لأنه كلام مهم جدا، لازم تعرفوا أنه علميا المواد الإباحية إدمانها هو إدمان حقيقي، لأنه الرجل بيتعود في مرحلة ما أن يشاهد الأفلام الجنسية، الصور الجنسية، لأنها ترفع من مستوى مادة اسمها الدوبامين في الجسم، وهذه المادة هي التي يسموها مادة السعادة. هو يتعود على مشاهدة هذه الأفلام الجنسية لكي يضمن مستوى مرتفع باستمرار لهذه المادة، لأنه بيحتاجها باستمرار، مادة الدوبامين. المشكلة أن بعض الناس ستفكر وما الضير في ذلك، ما المشكلة، دعنا نشاهد أفلام إباحية طالما هي تعطي السعادة وترفع من مستوى الدوبامين. المشكلة أن كل إدمان ليس على الإطلاق جيد. لماذا؟ لأنه بالرغم من تطلب مخ المدمن للدوبامين وتلبيتك لاحتياجه أو لاحتياجات هذا الدوبامين حتى لا تشعر باحتياج أو باضطراب، إلا أنه يستقبلها بالتدريج هذه المواد دون إثارة. أثبتت الدراسات أن مدمني المواد الإباحية أقل إثارة أو رغبة من غيرهم أثناء العلاقة الحميمية. مجلة علمية اسمها جاما عام 2014 عملت دراسة أكدت فيها أنها المواد الإباحية والشخص المدمن لهذه المواد يصبح صعب الإثارة للغاية. وقالت كمان ان اللي بيشاهدوا المواد الإباحية باستمرار عندهم تقلص تدريجي لحجم منطقة في المخ اسمها استرياتم. الاسترياتم ديت هي المنطقة المسؤولة عن الإحساس بالتحفيز والاستجابة للأحداث السعيدة، وهذا يفسر شعور مدمني المواد الإباحية باستمرار بالضيق، بالاكتئاب، بالرغبة المستمرة في البحث كمان عن مفيدات سعادة أو منشطات سعادة، فبالتالي يصبحون هم أيضا أكثر عرضة لإدمان المخدرات، لأن هو ده الطريق الأسهل للمخدرات. خليني أقول لكم أن إدمان المواد الإباحية هو إدمان، وهو طريق سهل جدا 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 لإدمان المخدرات، لأنك في النهاية تبحث عن هذه المادة اللي بيسميها أنا مفتاح الهوة أو باب المنزلق الأشهر في عالم المخدرات، وهي مادة الدوبامين، مادة السعادة. الحوار اليوم سيكون مهم جدا، لأن الجنس في النهاية حواره مهم طالما علمي وطالما من قيمة علمية كبيرة، واسم قادر على إيصال كل الحلول الطبية اللازمة للعجز الجنسي الذي أصبح في عالم الطب الحديث اسم تاريخي. القمة العلمية الكبيرة، أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي. العادة السرية لما تبقى بشكل عادة فهي ضارة. ضعف الانتصاب أو الضعف الجنسي ليست شيء يدعو للخجل، هي شيء يدعو للعلاج. موضوع الضعف الجنسي لحد فترة قريبة ما كناش بنعالجه. هذا الشاب لو كبت هذه الغريزة سيصاب باحتقان البروستاتا. احنا لازم ننشر هذا الوعي. كل اللي بخدره هو النصف السفلي. سن معين الواحد ما يعرفش يعمل العملية، لا يوجد تقيد بسن 600 سنة. الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ جراحات المسالك البولية والضعف الجنسي بكلية الطب، الحاصل على زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة، أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أهلا بيك دكتور محمد بيك. أهلا بحضرتك دكتور. منور الدكتور، وسعادة غامرة بتشريفك لنا في واحدة من أهم الحلقات. ويمكن السؤال الأول هو عنوان النهاردة، بيقوله أو قالوله
يعني ده العنوان. ممتاز. فكل الأسئلة هبدأ بكلمة بيقولوا. السؤال الأول مخيف، بيقولوا أن الضعف الجنسي يمكن أن يبدأ منذ الطفولة. الله، إيه المعنى ده؟ ده حقيقي، وده فعلا اللي أنا يعني أشكر حضرتك على التنبيه دوت، لأن احنا كلنا كآباء أو ك يعني مسؤولين عن أبنائنا، لابد أن احنا ناخد بالنا من أولادنا في مرحلة ما قبل البلوغ، لأن كتير منا بيفرح أن ابنه متختخ كده وبتاع، وما بياخدش باله أنه يفحصه ذات مرة في مرحلة ما قبل البلوغ. ممكن يكون عند الولد نقص في هرمون الذكورة مثلا، أو عنده حجم الأعضاء التناسلية صغير ولا ينتبه لهذا الموضوع، وبالتالي يكبر الولد وعنده مشكلة لا تظهر إلا بعد الزواج. وبالتالي احنا نخلي بالنا في مرحلة الطفولة، لأن ديك إنذار مبكر قوي لموضوع ضعف جنسي ممكن ما لقولوش حل لما نسيبه لما يعدي مرحلة البلوغ. بيقولوا أن مريض الضعف الجنسي ليس من الضروري أن يعاني من تأخر إنجاب. دي حقيقة، مش في هناك فرق كبير بين القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية، فليس شرطا أن يكون مريض الضعف الجنسي عنده مشكلة في الإنجاب، وليس شرطا أن عنده مشكلة في الإنجاب يكون مصحوب معاه بضعف جنسي. هناك فاصل كبير بين الاثنين، لا يوجد أي خلط بين الاثنين. بيقولوا الدعامة هي الحل الوحيد، دي بين قوسين أو هغير الاسم بس، الحل النهائي لعلاج مشكلة الضعف الجنسي. الكلام ده مش مظبوط، لأن الدعامة ليست الحل الوحيد لعلاج الضعف الجنسي، ده بالعكس هي الحل الأخير. يبقى الكلمة التانية هي الصح. الحل الأخير لموضوع الضعف الجنسي، لأن طبعا في وسائل العلاج كثيرة ومتنوعة، ودايما نقول آخر الدواء الكي، وبما أن الدعامة وسيلة جراحية فهي آخر وسيلة لمن عجزت معه كل الطرق الغير جراحية. بيقولوا أنه عندما تركب دعامة أنت إذن ستدمر بالطبيعة الجسم الكافي. ده كان زمان في الجراحة القديمة، لأن فعلا كانت تزرع داخل النسيج الكافي، لكن في حديثا بقينا نزرعها خارج النسيج، يعني تحت الغلاف الخارجي للنسيج الكافي، وبالتالي يتم المحافظة على النسيج بشكل كامل. والنقطة دي كانت نقطة خلاف وجدل كبير بين أطباء التخصص، والحمد لله نجحت في أن أنا أحسمها، والناس كلها تعترف أنها كلها بتعمل هذه العملية منذ سنوات، بعد ما كانوا بينكروها على الإطلاق ويقولوا لا ده الكلام ده كلام تخريف ولا أساس علمي له. بفضل طبعا برنامج حضرتك والمناقشات اللي احنا بنجريها على الهوى دايما في هذا الموضوع بالذات، وحصل طلبت أنا أكتر من مرة أن يبقى فيه على الهوى حتى مناقشة بيني وبين زملائي الأطباء في هذا التخصص، والحمد لله في الفترة الأخيرة بسمع من مرضاي أن كلهم بيجوا في الآخر بعد ما كانوا بينكروا، لا دلوقتي بيقولوا لا احنا بنعمل الكلام ده منذ سنوات ودي طريقتنا الحمد لله. سؤالين للزوجة. الزوجة ستسأل، هل بيقولوا أنه طالما هيركب الرجل دعامة إذن الزوجة ستحس بوجود هذه الدعامة؟ والسؤال الثاني، هل خلاص أصبح ليس لها دور الزوجة في الإثارة الجنسية طالما أن القضيب دائما منتصب؟ الكلام ده للأسف مش مظبوط، وده شائع في كتير من في أذهان كثير من الناس أو مخاوف في أذهانهم، وهي إن الدعامة دي خلته بقى شخص يعني لا يشعر بالرغبة زي بقية الناس، أو الزوجة هتشعر بإن في حاجة غريبة مش طبيعية أو انتصاب مش طبيعي. لا، الكلام ده مش مظبوط، بالعكس الانتصاب بيكون انتصاب أشبه بالطبيعي جدا، لا تستطيع الزوجة أنها تفرقه بين الانتصاب الطبيعي. كل اللي هتلاحظه بس أن هذا الزوج اللي كان عنده مشكلة أصبح دلوقتي جاهز فوريفر، جاهز على طول، فبتستغرب إيه اللي حصل. ببساطة جدا أنا كنت مريض وتعالجت، لكن لن تشعر أن هذا الانتصاب بسبب حاجة غريبة أو بسبب جسم مزروع إلى آخره. ده بالنسبة لموضوع الزوجة. أما بالنسبة للزوج أو الزوجة من ناحية الإحساس، الإحساس موجود بشكل كامل كما هو قبل وبعد الدعامة، لا يوجد أي تغيير أو أي فرق إطلاقا، نفس الرغبة والمتعة واللذة وكل شيء. الفرق الوحيد أن كان بدل ما الرغبة بتحرك غريزة عندي أنا فاقدها أو انتصاب أنا مفتقده، أصبحت عفناه من هذا الحرج وأصبح الانتصاب موجود. بيقولوا أن الدعامة المتقدمة أفضل من الدعامة الصلبة، وأيضا أفضل من الدعامة الهيدرولوكية. ممتاز. للأسف أشيع في الفترة الأخيرة كثير من المرضى يجوا يسألوني يقولوا لي الدعامة المتقدمة
احسن ولا الدعامه الصلبه ولا الدعامه الهيدروليكيه، وكان هناك نوع ثالث ظهر من الدعامات اسمه الدعامه المتقدمه. والحقيقه انه لا يوجد حاجه اسمها دعامه متقدمه، دي فكره احد الزملاء الافاضل حب يضيفها اثناء اجراء الدعامه لبعض الناس، وفهم بالخطا الغير مقصود ان ده نوع ثالث من الدعامات، لكن هو ببساطه شديده هو حب ان هو يضيفها على بعض العمليات. التوضيح لهذه النقطه انه ليس كل مريض ستزرع له دعامه ينفع ان احنا نعمل معاه هذه الاشياء. يعني مثلا الاضافات اللي بيضيفها احد الزملاء الافاضل يقول ايه، انا بعمل نفخ للحشفه بحقن ماده فيها بكبرها، مثلا ان انا بدس دهون مثلا في تحت الجلد عشان ادي طول، ان انا مثلا بحاول ان انا اعمل ربط او ردة معها. كل دي كلها للاسف ليست ناس فهمت ان ده نوع ثالث او دي طريقه يعني احسن من الدعامه العاديه، لا اطلاقا. المريض اللي بيحتاج لهذه الاشياء ودول قليلين بيجرى لهم هذا الموضوع. فمش شرط كل مريض تجرى له الدعامه ان انا اعمل له نفخ الحشف او ان انا ادس له الدهون او ان انا مش عارف ايه، لا، ده ليها ناس معينه اللي عندهم هذه الاشياء ده يحتاجون اليها، دول اللي بنعملها لهم. وبالتالي ما خرجتش من اطار انها دعامه عاديه، ما بقتش اسمها متقدمه، ما فيش حاجه اسمها دعامه متقدمه زي ما الناس فهمت من الكلام اللي بيتقال، مش حاجه اسمها دعامه متقدمه اطلاقا. اللي عايز لو هنحقن في الحشفه حاجه اللي تنفخ الحشفه او تكبرها بيبقى لناس معينه، اللي عنده الحشفه حجمها صغير لا يتحمل حجم الدعامه اللي احنا بنركبها، فمضطرين. ويفضل كمان حسب ما قال خبراء التجميل واساتذه التجميل ان ده ما يجراش في نفس العمليه مع الدعامه، لان ديك ممكن تخليه اكثر عرضه لحدوث التهابات، تجرى في مرحله قبلها او بعدها، ما يبقاش في نفس التوقيت وهكذا. سؤالين ايضا مرتبطين بالحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده، بيقولوا انه ربط الاورده مع الدعامه افضل في حالات وجود تسريب وريدي. الكلام ده كلام غلط بنسبه 100%، لان لو كانت ربط الاورده بتنفع اساسا كعمليه ما كناش عملنا دعامه. يعني المريض اللي عنده تسريب وريدي وقررنا نعمل له دعامه، طب ما كنا عملنا له ربط اورده من باب اولى وخلاص انتهى الموضوع على كده. لكن ربط الاورده عمليه فاشله وثبت فشلها، ومن اكتر من 30 سنه في العالم كله لا تجرى. ايه بقى الفايده ان انا اعملها مع الدعامه؟ ما هو يا دي يا اما دي ناجحه يا اما دي ناجحه، لكن الاثنين مع بعض يعني ايه بيقوي؟ يعني ايه بيقوي اكتر؟ يعني ايه لما اربط لك الاورده، ده الكلام اللي بيتقال، لما اربط لك الاورده مع الدعامه هيقوي الانتصاب اكتر. ازاي يعني؟ ما هو اما الدعامه اما الاورده، الانتصاب بيدي الدعامه بتدي انتصاب 100%. ربط الاورده هتفيدني في ايه؟ ربط الاورده لن تفيدني في اي شيء، ولو كانت هتفيد ما كنتش عملت دعامه، كنت ربطت الاورده واكتفيت. فالكلام ده خاطئ بنسبه 100%، ودي برضو من احد الطرق اللي بيقال عليها الدعامه المتقدمه، ان انا هعمل لك الدعامه واربط لك الاورده، اعمل لك الدعامه وانفخ لك النسيج الحشف، اعمل لك الدعامه واعمل لك ما اعرفش ايه، كل ده كلام فاضي. يعني هو يعني بمبدا ليس بعد الوضوء من تامه. بالظبط. مش كده ولا ايه؟ بالظبط. ده مبدا. واحد اتوضى خلاص هيتيمم بعد ما اتوضى، ملهاش اي معنى. ملهاش فيه. انت عملت الاصعب. بالزبط. انت عملت المهم، ده اللي انا فاهمه. ولو كانت تامه ينفع ما كنتش اتوضيت، ما كنت خلاص. احد الطريقتين ما ينفعش. هي قاعده مش بديل يعني. هي قاعده شرعيه بناخدها احنا في العلم. بالظبط. بالظبط. بيقولوا ان الدعامه تؤثر على طول العضو الذكري، وبالتالي يحتاج المريض الى حقن دهون لكي نعوض هذا النقص. برضو دي من الحاجات اللي بتثار حول كلمة الدعامة المتقدمة، قال بفكرة ايه؟ ان الدعامة لما بعملها بنقص 2 سنتي، وبالتالي بيأثر العضو. ده كلامهم مش الحقيقة. فبحتاج ان انا ادس الدهون اللي موجودة بحيث ان تديني 2 سنتي اطالة. ده كلام غلط بنسبة 1000000%، مش 100%. يعني ايه الدعامه بتنقص 2 سنتي وبدس الدهون عشان تطول؟ عمر ما دس الدهون بيدي اطاله، هو كل اللي بيعمله ان هو بالظبط بيفصل ما بين العضو وجدار البطن الامامي، لكن بتفضل الدهون متكتله، الدهون دي يشيلها نهائي، يا اما اشفطها، انما ان انا ادسها او اخيطها في عظمه الحوض، ايه اللي استفاده المريض؟ ما هي موجوده بنفس الكتله بتاعتها وتعتبر حاجز برضه. بيدي كذبا طول وهمي وليس طول حقيقي، وما طولش حاجه، هو كل الموضوع ان فصل دي من دي وخلاص. لكن وكمان النقطه الثانيه الاهم، الدعامه ما بتاثرش العضو 2 سم زي ما يقال، الكلام ده كلام غلط. الدعامه احنا لما بنيجي نجري هذه العمليه
في بعض مرضى السكر بنحتاج ننقص من الطول الحقيقي نص سنتي حتى لا تكون طول الدعامة نفسه يثير الحشفة ويعمل حاجة اسمها تقرحات ونضطر أحيانا يحصل التهابات متكررة معاه. ولكن النص سنتي اللي احنا بنشيله من طول الدعامة لا يؤثر على الطول الكلي، لأن العضو الذكري مش كله طول الظاهر، ده في جزء مستتر تحت عظمة الحوض، فهي بتبقى الظاهرة في الطول الكلي وما بتبقاش بتأثر زي ما الناس فاهمة. بالعكس ده هي دي اللي بتخلي الدعامة يبقى فيها براح زي ما بنقول، او حرية ان انا اقدر اتنيها بمنتهى السهولة بدون انها تكون مسببة لي مشكلة. يظل حجم العضو الذكري هاجس يفكر فيه الجميع على مستوى العالم مصر وخارج مصر، ويظل ايضا المواد الاباحية تلعب دور خطير جدا في اهام الشباب بشكل معين للعضو الذكري، ربما تلعب الكاميرات وتلعب طرق الاضاءة والمونتاج وعدسات التقريب والتكبير دور كبير فيه وكبير. هنا يبقى سؤال هاني عفيفي مهم للغاية. هاجس قصر العضو الذكري حقيقة لازم تتواجه بالعلم والطب، مش نكتة للسخرية ولا موضوع نتكسف نتكلم عنه. دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء الجنس والمعالجين النفسيين في مصر والبرازيل وكندا وفرنسا بيّنت أن غالبية الرجالة اللي بيتوجهوا لأطبائهم وبيعبروا عن قلقهم من أن أعضائهم أقصر من المعدل بتكون أعضائهم في الواقع ضمن الأحجام العادية، فمنين بيجي لهم القلق؟ هنا في مصر ومع نقص أو عدم وجود ثقافة جنسية واعية بيصبح الشباب مستهدفين، والشعور بالقصور ممكن يدمر ثقة الراجل بنفسه ويؤثر على حياته الاجتماعية. فهل في حجم مثالي للعضو الذكري؟ وماذا عن الإعلانات المغرضة اللي بتطاردنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت وبعض القنوات التلفزيونية عن كريمات وطرق يمكنها زيادة حجم العضو؟ وهل الوزن الزائد ممكن يخلي الراجل يرى أو يشعر أن عضوه أصغر من اللازم؟ هاني أجاب سؤاله قبل أن يسأله، يعني هو يقول لك الإعلانات المغرضة، هو مش سؤال، هو خلاص استنكار لهذه الإعلانات الكاذبة عن كريمات وأوائل آخره. لكن السمنة بتؤثر طبعا على إحساس الرجل بحجم العضو الذكري، ده شيء مؤكد يعني. طيب لو تسمح لي حضرتك أعلق على هذه على كلام هاني، دي حقيقة في هوس في أذهان الكثير من الرجال إن لم يكن أغلب الرجال، كل الرجال سوري، إن العضو الذكري عنده طوله مش طبيعي، من طبعا اللي بيشوفوه في الأفلام الإباحية إلى آخره، وده كلام مش حقيقي. العضو الذكري ليه طول طبيعي ولا يقاس إلا أثناء الانتصاب، عشان الناس للأسف بتخلط ما بين هذه الأمور، لا يقاس طول العضو الذكري إلا أثناء الانتصاب، وطول العضو الذكري أثناء الانتصاب الطبيعي من 7 سنتي إلى 14 سنتي، من 7 سنتي إلى 14 سنتي أثناء الانتصاب. فاللي عنده طول العضو الذكري أثناء الانتصاب أقل من 7 سنتي ده اللي عنده قصر. لكن يجي لي واحد طول عضو الذكري عنده مثلا 18 20 سنتي يقول لي انا حاسس ان دي حاجه طبعا حاله نفسيه. الحاجه الثانيه الاهم ان اللي يقيس الطول يقيسه من على عظمه الحوض مش من على الجلد، لان في بعض الناس عندهم سمنه بتبقى طبقه الدهون اللي موجوده اكتر من طول العضو الحقيقي، فبيبقى العضو بنسميه العضو المخفي او المستتر، فطبعا يبقى من الخطا ان انا اقيس من على الجلد، يبقى انا مش هلاقي له طول اساسا. فيقاس العضو اثناء الانتصاب، يقاس العضو من على عظمة الحوض، والطول الطبيعي للعضو الذكري من 7 إلى 14 سنتي أثناء الانتصاب. ده كلام العلمي المظبوط. وكلام هاني في موضوع السمنة، فعلا السمنة بتودي للرجل إيحاء أن فعلا العضو الذكري عنده قصير، وأن ما فيش في انتصاب كمان قوي، لأن ما فيش شدة. السمنة بتؤثر مباشرة على الانتصاب، دي حاجة. الحاجة التانية أن إحساس أن العضو قصير بيخليه نفسيا مش في المود بتاعه. عندي أسئلة مهمة كثيرة ومش عايز أسيب ولا سؤال، فإحنا هنبقى سراع لأنه الأسئلة أساسا مهمة جدا. بيقولوا أنه لا يمكن زراعة الدعامة داخل الجسم الكافي، وأن ده كلام ليس علمي. الكلام ده فعلا دي أثير في، يمكن أنا كثفت في السنة اللي فاتت مع حضرتك على هذه النقطة، وأكتر من حلقة وركزنا وطلبنا مواجهة مع كل أطباء التخصص إن لو حد عنده كلام غير ده يقوله، والحمد لله نجحت في إن اعترف كل أطباء التخصص إنهم بيعملوا العملية دي منذ سنوات. الفكرة باختصار شديد إن حصل لبس، معرفش بقى يعني يا إما لبس مقصود أو غير مقصود، إن خارج النسيج كأني مثلا بزرعها تحت الجلد مثلا. لأ، هو كلهم فاهمين خارج النسيج يعني سبتيونيكال، يعني تحت الغلاف الخارجي للنسيج، مش بنزرعها مثلا في رجليه أو في حتة تانية، لأ
هم طبعا مشكورين زملاء التخصص بدأ في الأول ينكروا هذا الموضوع، لكن في النهاية المرضى كلهم رجعوا لي تاني وقالوا إن الناس اللي كانت بتقول لنا في أول 2016 إنهم ده كلام فاضي ويقوموا يجروا وراهم لو سمعوا كلمة خارج النسيج، النهاردة بيقولوا لنا لا ده احنا بنعمل الكلام ده من سنوات وهي دي الطريقة اللي احنا بنعملها. فالحمد لله اعترف الجميع ان الكلام ده كلام علمي. وبعدين انا هأكد لهم وحضرتك كطبيب برضو تؤكد هذا الموضوع، ان لما يكون عندنا زمان مريض اسمه عنده كسر في العضو، ليه لما انت بتنكر هذا الموضوع ليه كنت بتخيط ال- 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 الكسر بعد ما بتنظف الدم بتخيط بخيط لا يذوب، ليه كنت بتخيط بخيط يدوم مدى الحياة الا اذا كنت عندك فكرة ان ده بيحافظ على الغلاف انه يفضل انتكت دايما طول الوقت وبالتالي يبقى الانتصاب. يعني معنى كده ان الغلاف بتاع النسيج دوت لو انا حافظت عليه وسوري النسيج الكهفي نفسه لو انا حافظت عليه وخيطت الغلاف كويس يبقى الانتصاب دايما مدى الحياة. انت ايه بيخليك جاي دلوقتي بتكذب هذا الموضوع؟ ما كنا بنقول لمرضانا وقتها خلي بالك الانتصاب فقد او اكتر من 90% فقد، ما كنا بنلاقي المرضى عندهم انتصاب. فلو كان كلامك ده سليم ان مفيش حاجه اسمها زراعه خارج النسيج وان المشكله كلها في الغلاف الخارجي ده لو اتفتح ما كانش حد حصل له انتصاب خالص. اللي بيكذب بيقول لا ده المشكله في الغلاف، انت لو فتحته خلاص انتهى الموضوع. بيقولوا ان الموجات التصدميه علاج بدا ينجح وينتشر على مستوى العالم في علاج الضعف الجنسي. موضه وطلعت 2012 واللي اتكلم عنها باحث اسرائيلي ونزل اجهزه وبنشر بحث في 2014 واتملى العالم بالاجهزه وبقت في مراكز قايمه على هذا الموضوع فقط لا غير، بس لعمليه الموجات الصدميه لعلاج الضعف الجنسي والعالم كله اشتغل عليها. وهذا الباحث وعد ان لما قابلوه في مؤتمر في 2016 ان هينشر الكلام ده على سكيل اعلى على 60-70 مريض ويقول لنا نتائجه. حتى اليوم لا حس ولا خبر. فلو كان هذا الموضوع نجح كان زمانه مكسر الدنيا وكانت هي الوسيله الوحيده لعلاج الضعف الجنسي النهارده، لكن المشاهدات بتؤكد عكس ذلك تماما. كل اللي اجروا هذه الموضوع على اعتبار انها حاجه مش جراحيه وراحوا عملوا اربع جلسات وخلاص، يقول لك اربع جلسات وخلاص ومش جراحه مش هخسر حاجه لو عملتهم هخسر فلوس مش مهم، رجعوا كلهم تاني بنفس المشكله ولا زادت شيء ولا نقصت شيء. معنى كده انها وسيله حتى هذه اللحظه لم يثبت فاعليتها. الحاجه الثانيه الاهم ان هذه الوسيله لم تاخذ موافقه من منظمه الاغذيه والدواء العالميه اللي اعترف بها كوسيله علاج، رغم ان العالم مليان اجهزه منها ومراكز قايمه على كده. وحتى يتم هذا الاعتراف احنا هننفذها، احنا لازم نمشي على اساس علمي ونكون مش فقر تجارب مش حقول تجارب احنا جرب علينا، لكن لو اعترف بها احنا اول ناس هننفذها. وان كان في عمل بها هنا داخل للاسف يعني في سبق للحدث رغم عدم فائدته حتى الان لم نسمع، ولو كان نجح نجاح كبير كنا نشوف بروباجندا وفخر جبار وكان اعتقد جوائز كمان واحد زي ده طبعًا. كان اكيد هياخد جوائز كبيره طبعا كمان. كان بقى الوسيله الوحيده طبعا واحنا اول مثل وسيله غير جراحيه. يقولون انه الان هناك علاج بالخلايا الجذعيه وحقن البلازما لعلاج الضعف الجنسي. من الموضه اللي طلعت برضو في الفتره الاخيره موضوع الحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، وحضرتك طبعا ادرى مني بهذا الموضوع ان ده اول ما نزلت الفكره دي كانت نزلت على اعتبار ان البليتليت ريتش بلازما او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بقى فيها بعض البروتينات اللي بتساعد على تجديد الخلايا وبتزود جهاز المناعه وبتقاوم الالتهابات الى اخره. طب الكلام ده لو واحد عنده مثلا في مشكله في المفصل مثلا وبنحقنها له عشان عنده التهاب في المفصل ماشي تجيب نتيجه، لكن في الضعف الجنسي ايه دورها؟ هي فكره بعض الناس قال انها بتحسن طبيعه الانسجه حتى يتم استقبال طرق العلاج وتتاثر بها الانسجه. يعني بالعربي بحضر كارض خصبه عشان لما ادي فياجرا مثلا او عالج باي طريقه تانية تبقى ارض جاهزه مش وسيله بديله. مش ان انا كل المريض لما يجي لي وقالوا كمان انها لكل الناس احله بليتليت ريتش بلازما خلاص يبقى كده دي وسيله علاج اطلاقا. ده هي بتساعد المريض ان لما ياخد العلاج بتاع الضعف الجنسي المعترف به عالميا ايا كانت طريقته يبقى انا جهزت له الارض الخصبه لهذا الموضوع. وبالرغم من كده برضه في مراكز في العالم كله قايمه على هذا الموضوع. احنا لسنا ضد اي جديد، لكن ما احناش حقول تجارب ان احنا نتجرب علينا. وبرضه لم تاخذ موافقه وبالرغم من ذلك ماليه الدنيا. في عجاله سريعه جدا جدا سؤالين سرعه. يقولوا ان مريض السكر لا يناسبه الدعامه.
دي فكرة في أذهان الكثير من المرضى وفكرة خاطئة، لأن مريض السكر هو أكثر المرضى للأسف الشديد أكثر من 70% إلى أو 80% من المرضى اللي هم عندهم ضعف جنسي بيكون سبب السكر، لكن بتجرى لهم العمليات الحمد لله ما شفناش منهم حصل حاجة زيادة عن غيرهم. لو مريض السكر بيحافظ وملتزم بعلاجه وملتزم أن يخلي سكره دايما مظبوط أغلب الوقت. طيب بيقولوا أن مريض القلب برضو ما يصلحلوش دعاء، برضو من الكلام المغلوط، على اعتبار ان العملية الانتصاب عملية فيها مجهود، وان انت لما ربنا بطلها من عنده بشكل طبيعي فده يعتبر حاجة فسيولوجية، فانت لما بترجع له انتصاب تاني فانت بتزود الجهد على القلب. كلام ده غلط، لان طبعا احنا لما بنرجع الانتصاب بطريقة الدعامة احنا بنرجعهاش بالآلية الطبيعية اللي هي ضخ دم اللي تعتبر مجهود على القلب او ستريس، ابدا. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنزرع شيء بيخلي فيه صلابة وانتصاب دون أن يكون هناك مجهود على القلب، وبالتالي الفكرة دي فكرة خاطئة وخطأ بنسبة 100%. هو مريض القلب بس ما يعملش تحرك كبير، ما ياخد الوضعية المناسبة لمريض القلب اللي هي lay down femoral opposition، دي أنسب لمريض القلب كتير، مش كده؟ بالضبط يا فندم. وبرضو هي الفكرة فكرة إن ما هياش فيها حملة على القلب من ناحية ضخ دم أو آخره، ما هياش بيردن جامد زي ما بيشاع، لا ده هي حاجة بتديني صلابة وانتصاب وهو بيمارس بشكل طبيعي زي حد. أكتر بيقولوا بتضايقك على الإطلاق كتير أعتقد. أكتر بيقولوا بتضايقني، بس الحمد لله خلصت منها وقتلت بحثا والحمد لله. موضوع النسيج الكافي الحمد لله اعترفوا بيها. نورتنا أسعدتنا، وكالعادة وجودك معنا مثري للغاية في حلقة مثيرة سريعة مهمة فيها بيقولوا كتير قوي وأجزائها كثيرة للغاية. ويبقى دائما في نهاية الحلقة الشكر موصول لضيفي العزيز، والمواد الإباحية لها وقفة كبيرة من الدولة في سهولة شديدة جدا أنه الأجهزة الإلكترونية توقف هذه المواقع الإباحية. أنا مع ذلك تماما، اللي يقول لي الحريات وإلى آخره مش هقول له حاجة، مش هرد عليه، أسكت أبتسم فقط وأنا متغاظ، وأنا متغاظ على فكرة خطر جدا. نورتنا وأسعدتنا. أشكرك فعلا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذنا الأستاذ دكتور محمد عبد الشافي، أستاذ جراحات المسالك وأستاذ الضعف الجنسي بكلية الطب، الأستاذ القدير صاحب التواجد الرائع الكبير. خليكم دائما مع الدكتور.